تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي، وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج يعني تقوم هيئة الصحة بدبي بفتح أبوابها ونوافذها لاستقبال مقترحاتكم، آرائكم، استفساراتكم، ويعني ما منقول شكاويكم على كثر ما منقول ملاحظاتكم التي تساهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بشكل أو بآخر. أطيب التحيات مني محدثكم محمود يوسف العلي، وأيضا في التنسيق معنا الأخ فيصل بن فارس، وفي الإخراج المبدع أيمن سرحيل. نبدأ برنامجنا يعني أبرز ما طالعتنا به وكالات الأنباء والصحف المحلية، مجموعة من الأخبار. اليوم بختار شوية أخبار يعني خفيفة إن شاء الله. يقول أول خبر، يعني ما هو سر قوة الذاكرة لدى بعض المعمرين؟ أظهرت دراسة حديثة أن أدمغة عدد من المعمرين قادرة على تذكر الأشياء وكأنها ما زالت شابة، في الوقت الذي يعاني فيه معظم المسنون من انكماش في مناطق رئيسية في الدماغ مع التقدم في العمر. وتساعد هذه النتائج في إيجاد طرق جديدة لمنع تراجع أداء الذاكرة، ذاكرة الدماغ المرتبط بالعمر، حيث قال البروفيسور برادفورد ديركسون، طبيب الأعصاب في جامعة الطب في كلية الطب جامعة هارفارد، نحن في حاجة ماسة لفهم كيف أن أدمغة كبار السن قادرة على العمل بشكل جيد في العقد السابع والثامن والتاسع من العمر، وهذا الأمر يمكن أن يوفر معلومات هامة حول كيفية منع تدهور الذاكرة عند الأشخاص. ووجد الباحثون أن حجم مناطق معينة من الدماغ يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الذاكرة، ويقدر أن 40% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة يعانون من فقدان الذاكرة بدرجة معينة. وأكدت الدراسة أن إيجاد طرق لمكافحة انكماش بعض المناطق الرئيسية في الدماغ يمكن أن يساعد في معالجة فقدان الذاكرة لدى كبار السن. عادة أتذكر يدو الله يرحمها يوم نسير لها نقولها يدو عطينا بيزات، صغار كنا نقولي ها ما أسمعكم شو نزين، عقب يدو ترى حمد شل البيزات من تحت الزولية. الله يغرب، أقول لك يعني اللي تبغى تسمعه الله يرحمها كانت تسمعه، ولا ما تبغى ما تبغي. رحمة الله عليها ورحمة الله على جميع أموات المسلمين، والله يعطي إن شاء الله طولة العمر، ومو بس طولة العمر، حتى الصحة، طولة العمر مع الصحة اللي كبار السن اللي عايشين معانا في هذه الأيام. ونقولكم لا تقطعونهم وخلكم وياهم على طول في الزيارات، وحاولوا تكونون حواليهم قدر الإمكان. المهم، المانجو تخفي أسرارا طبية مدهشة، أسرارا طبية مدهشة. أعلن باحثون أن بإمكان المانجو المساعدة في وقف السمنة والسكري من النوع الثاني، فضلا عن إمكانية منعه فقدان بكتيريا الأمعاء النافعة التي يسببها اتباع نظام غذائي
عالي الدهون. وقالوا إن البكتيريا الجيدة في الأمعاء قد تلعب دورا هاما في خفض مخاطر الإصابة بالسمنة والمضاعفات المرتبطة بها مثل مرض السكري من النوع الثاني. وقام باحثون في ولاية أوكلاهاما بإجراء تجارب على 60 فار تم تقسيمها إلى 4 مجموعات وإخضاعها لأنظمة غذائية مختلفة لمدة 12 أسبوع. واحتوى النظام الغذائي لإحدى المجموعات على 10% من السعرات الحرارية الموجودة في الدهون، بينما احتوى النظام الغذائي لمجموعة أخرى على 60% من السعرات الحرارية الموجودة في الدهون، بالإضافة لوجود مجموعة ذات نظام غذائي عالي الدهون ومجموعة ذات نظام يحتوي على 10% من السعرات الموجودة في المانجو. وعندما تمت المقارنة العينات منذ بداية التجارب وحتى نهايتها، وجد الباحثون أن المجموعة التي احتوت على سعرات حرارية موجودة في المانجو قد فقدت أعدادا قليلة من البكتيريا الأمعاء النافعة، والتي تنجم في كثير من الأحيان عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون. فهذا اللي شافوه في المانجو. طيب، ملحق البيان الصحي يا جماعة الخير يعني رجع للإصدارات، وفيه العديد من الأخبار الجميلة اللي الواحد ممكن أن يقراها، سواء عن طريق اقتناء الملحق أو عن طريق يوم الأحد يعني مع جريدة البيان أو صحيفة البيان، أو عن طريق الموقع الإلكتروني، وبيشوف فيه لينك خاص بالبيان الصحي. من هذا الملحق نختار يعني هذه الدراسة اللي تقول أن علماء في الطب والتغذية والصحة العامة أصدروا تحذيرا من الطبخ أو تخزين الطعام لفترات طويلة في رقائق القصدير أو الألمنيوم، وهذه الرقائق شائعة الانتشار ويتم استخدامها على نطاق واسع في المطابخ والمطاعم، بما في ذلك خلال عمليات حفظ الطعام ونقله من مكان إلى آخر. قال باحثون في جامعة عين شمس المصرية إن طبخ الطعام أو وضع اللحوم في الفرن وهي ملفوفة برقائق القصدير أو الألمنيوم، يعني معروفة عندنا بالألمنيوم، يمكن أن يشكل خطرا على الصحة العامة، كما أنه حفظ الطعام لمدة طويلة في رقائق القصدير ولو كان باردا أو مطبوخا سلفا يمكن أن يسبب الضرر ذاته. ونقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية عن دكتورة في جامعة عين شمس المصرية غادة بسيوني قولها إن هذه المواد تتأكسد مع الطعام عند وضعها فيه، وتدخل جزئيات منها في الطعام بما يسبب ضررا على صحة الإنسان. وأضافت بسيوني عندما تطبخ الطعام في إناء من الألمنيوم أو وهو مغطى به وتقوم بوضعه في الفرن، فهنا تحدث الإشكالية، حيث تحدث عملية أكسدة صحيحة، وبشكل خاص عندما يتم طبخ الطعام الحار في درجات حرارة مرتفعة. طبعا أكدت بسيوني أنها أجرت بحثا خلصت فيه لأن الأطعمة التي تتم تغطيتها برقائق الألمنيوم أو القصدير ويتم طبخها في أواني من الألمنيوم تحتوي على كميات من جزيئات الألمنيوم تفوق النسبة الصحية المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، ما يعني أنها تشكل تهديدا لصحة وحياة من يتناولها. وتقول الأستاذة الجامعية المصرية أن جسم الإنسان يستطيع إفراز كميات من الألمنيوم ولكن بكميات صغيرة، وفيما تقول منظمة الصحة العالمية أن الكمية الآمنة من الألمنيوم في جسم الإنسان هي 40 ملغرام لكل كيلوغرام من جسم الإنسان، أي أن من يبلغ وزن 60 كيلوغرام يجب أن لا يدخل إلى جسمه من الألمنيوم كمية تزيد عن 2400 ملغرام. طبعا على طاري الدراسة هذه أنا أتذكر يعني طلعت فترة طويلة كانوا يتكلمون عن الشوي، خاصة أيام الشتاء في البر استخدام الألمنيوم والشوي وكذا، فكان في تصريح أظني لبلدية دبي بأن هذا الألمنيوم آمن، كان بس أن الفكرة أن الزيت أو الليمون أو السائل اللي ممكن أثناء الشوي هذا ممكن أن الشوي فيه يأثر على الأكل، لكن إذا بتغطي أو هذا هو آمن. الآن هذه الدراسة تقول شيء ثاني، ويتظل دراسة قابلة للدحض وقابلة للإثبات. بس عموماً
يعني الواحد يحاول يتجنب قدر الإمكان أنه يغطي الأكل بالألمنيوم أو بالخصدير. فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله نتواصل مع موضوع آخر نتكلم فيه، وإن شاء الله بخبركم إياك بالفاصل. اللي يبغي يتداخل معانا جمهورنا على الأرقام التالية 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على الرقم 4006. أي استفسار، أي شغلة عندكم بعيد عن برنامج البث المباشر، أي شيء يخص الصحة نحن حاضرين. فاصل ومرجع لكم. صحة وسعادة. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، وحياكم الله معنا في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. مستمعين، استقبلت مستشفيات هيئة الصحة في دبي بأقسامها المتخصصة 1346 حالة مرضية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث دخل إلى مستشفى دبي 435 حالة، ومستشفى حتى 57 حالة، و337 إلى مستشفى راشد، و517 إلى مستشفى لطيفة. إضافة إلى ذلك استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات الأربعة 10147 حالة طارئة، وقد تعاملت مستشفيات الهيئة مع جميع الحالات التي توافدت على قسم الحوادث والعيادات التخصصية وفق أفضل الممارسات الطبية التي قامت عليها الفرق الطبية المناوبة على مدار الساعة خلال أيام العيد. أيضا يعني بالإضافة إلى ذلك هنالك إحصائيات إلى استقبال مراكز الرعاية الصحية الأولية لسيلي والبرشة وند الحمر 2686 حالة مرضية طوال عطلة عيد الأضحى اللي كانت على مدار هذا الأسبوع الماضي. طبعا أنا يعني حول نجاح المستشفيات ومراكزها الصحية في توفير الرعاية الصحية الأساسية، معي عبر الهاتف دكتور أحمد بن تلبان، مدير قطاع خدمات المستشفيات بهيئة، المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معنا دكتور. موجود معانا الدكتور ولا؟ الو دكتور. يا هلا، كيف حالك يا محمود؟ الله يسلمك وانت بصحه وسلامه. اول شيء شاكرين لكم هذه الجهود اللي تقدمونها حقيقه في الحفاظ على صحه الناس حتى في الاجازات. هنالك من كان يعمل، هنالك من كان يسهر على صحه هذا المجتمع وامنه الصحي. دكتور، يعني في البداية خلنا نتعرف بشكل عام على الجهود التي تبذل خلال هذه الفترة، نبغي المستمعين يعرفون شو اللي يسوون العاملين في هذا القطاع خلال الفترة اللي هم يأخذون فيها إجازة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني نتوجه بالشكر لكل الطواقم والكوادر الطبية اللي ساهمت يعني بتقديم الخدمات الطبية خلال فترة الأعياد والإجازات. الحمد لله يعني خلال هالفترة اللي طافت كل المستشفيات والمراكز أيضا الرعاية الصحية الأولية ما قصروا ويانا في تقديم الخدمات الطبية المتعلقة بالإسعاف والطوارئ. يعني خلال 24 ساعة كانت المستشفيات موجودة تقدم هذه الخدمات لسكان دبي وحتى كل الإمارات الزائرين لدبي. وعندنا أيضا العيادات المفتوحة كانت تشتغل على مدى شفتين، الفترة الصباحية والمسائية، تقدم الحالات يعني الشبه الطارئة. في عندنا أيضا الناس الموجودة داخل المستشفيات نسميها نحن يعني الانبيشنت، الخدمات موجودة. أيضا خدمات الأنكول، الأطباء يعملون أيضا زيارات داخلية للمرضى المتواجدين، والحمد لله ما كان في أي قصور لتقديم الخدمات سواء للمرضى الداخلين أو المرضى الخارجين الزائرين للمستشفيات. جميل دكتور، أنا ذكرت بعض الأرقام يعني تقريبا في مختلف الأقسام ومختلف المستشفيات، وكانت يعني أقسام الطوارئ في المستشفيات الأربعة استقبلت 10147 حالة طارئة خلال فترة العيد. الرقم مش كبير شوية دكتور ولا رقم عادي؟
هو الرقم شامل يعني الحالات الطارئة مع العيادات المفتوحة. دائما تكون هذه العيادات قريبة من الحوادث، فهم العادة يشملونها بالأرقام، بس أنا عندي أرقام تفصيلية إذا حبيت نذكرها. تفضل دكتور. يعني نعم، عندنا المستشفيات يعني شافت مجموعة من الحوادث والطوارئ تتراوح بحدود 3700. هذه شاملة يعني الحوادث اللي مرت عليها البروما، التخصصات في علم الأطفال، الطب الباطني، الأمراض النساء والولادة، بالإضافة إلى التخصصات في العيون والإصابات والعظام. فهذه تمثل تقريبا يعني 3700 الحالات اللي زارت يعني العيادات المفتوحة كووكن، تعتبر يعني حالات نقدر نقول عليها شبه طارئة أو أقل حدة يعني في العلاج، هذا كانوا في حدود 6447. طيب انت دكتور بما انك انت ذكرت 10000، انت بما انك انت ذكرت هذه التقسيمات شويه، بس انا ابغى اعرف الجمهور اللي احيانا الواحد ممكن ينزعج في انتظاره لمده طويله اكثر من ساعه او ساعتين في قسم الطوارئ، ابغى اعرفهم على النظام العالمي في تقسيم الحالات ودخولهم على الاطباء، فتعطينا بس فكرة سريعة عن نحن عندنا نظام تصنيف الحالات، هذا التصنيف عالمي. نحن أخذناه من أحسن يعني ممارسات عالمية، هي الممارسات الكندية، والحمد لله شغالة من عدة سنوات على كل المستشفيات وحققت نقلة كبيرة في تقديم الجودة للمرضى. فعندنا مثلا الدرجة الأولى هي نسميها نحن ترياج واحد، هذا لازم المريض يشوفه الدكتور خلال أقل من دقيقة أو دقيقتين أول ما يوصل يعني المستشفى. صحيح. وكانت عندها الحالة الحادة جدا جدا، لأن إذا ما وصلت للخدمة يعني في أقصى ممكن تشكل خطر على حياته، ممكن شكل خطر لا سمح الله. صحيح. أو لا سمح الله يتوفى. أول ما فيها الحالات يعني لازم الأطباء وكل الطواقم تكون متواجدة وتقدم الخدمة للمريض. في عندنا نسميه نحن الفئة الثانية، هذه أقل حدة نسميها نحن الحالة أقل حدة، يعني يشوف الدكتور خلال 10 دقائق مع كل الطواقم. ممتاز. في عندنا الدرجة الثالثة يشوف الدكتور مثلا خلال 20 دقيقة. زين، ولا في زكام؟ اللي في الزكام هذا ممكن يتم ساعتين ينتظر. لأن دكتور أنا على فكرة يعني بس تأكيد لكلامك، في أحد الدول الأوروبية اضطرينا يعني ندخل الطوارئ، قعدنا تقريبا 4 ساعات ونص اللي ما شفنا الدكتور. نعم. 4 ساعات ونص. نعم. فنحن كذي يعني المستشفيات يعني بجنب أقسام الحوادث نحن عندنا العيادة المفتوحة يتم تحويل الحالات الغير طارئة. هذه صار لها شيء مثلا آلام في البطن أو هذه مبادرة جديدة بعد كذلك دكتور انتظر. نعم. فهذه ما تنتظر كثير، يعني ممكن تدخل على الدكتور خلال مثلا 20 دقيقة ماكسيمم نص ساعة يعني. صحيح. هذه مبادرة أعتقد دكتور يعني بالتعاون ما بين قطاع المستشفيات وقطاع الرعاية الصحية اللورية، يعني هي مبادرة في هيئة الصحة بدبي بتوفير مثل هذه العيادات يعني التسهيل على المراجعين وأيضا تخفيف الضغط على مراكز الطوارئ. نعم نعم. وما شاء الله يعني صار أيضا إدخالات في المستشفيات. أظن إحصائياتها موجودة عندكم. صحيح. بعد ما ذكرناها في بداية البرنامج. هي تم تقييمها في الحوادث، يشوفها أيضا الطبيب المناوب، وحتى نحن حاطين ستاندر عالمي في موضوع متى يجين الأونكول. في عندنا يعني الأونكول موجود في المستشفى، المناوب الأول، في عندنا مناوب ثاني أيضا موجود، ومناوب ثالث الاستشاري أيضا موجود يعني للحالات الطارئة أو كرأي آخر أو كدعم للناس المناوبين في المستشفيات. والله يا دكتور حتى يعني إدخال المريض أيضا في نوع من الدعم من الأونكول الثاني والاستشاري، يعني ما يدخل المريض إلا هو في حاجة فعلا إنه يدخل ويحتاج رعاية داخل المستشفيات.
نحن جدا شاكرين لكم هذه المجهودات الكبيرة واللي تقدمونها حقيقة، وحبينا نسلط الضوء على هذا المجهود لأنه بالفعل يستحق أن الواحد يتحدث عنه. الناس اللي اشتغلوا خلال هذه الفترة يستحقون بالفعل أن الواحد يشكرهم ويعرف الناس بالمجهود الكبير اللي قاعدين يبذلونه، يعني حتى وهم في البيت مثل ما ذكر دكتور واحد يكون ستاند باي انه ممكن اي اتصال انكول ممكن يستدعى في اي وقت. فشاكرين لكم هذه المجهودات يا دكتور. مشكور. شكرا جزيلا دكتور احمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع خدمات المستشفيات بهيئة الصحة بدبي، كان معنا عبر الهاتف. وايضا مستمعينا ترى المسألة اللي طبقت على قطاع المستشفيات ايضا في مركز ند الحمر ومركز البرشة وأيضا بعض الساعات في الليسيلي. تبون تقولوا لي شيء يا جماعة الخير؟ لا زين. اللي في الليسيلي بعد كذلك اشتغلوا في فترة، فكل الشكر لهم ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. في رسالة تقول: السلام عليكم، عندي ملاحظة على مركز مزهر الصحي. المركز مزدحم بشكل يومي وأقل مدة، تريد عشان بس تدخل على الدكتور ساعة كاملة، نبغي حل الزحمة اليومية وجزاكم الله خير. أول شيء ساعة كاملة يعني أنا أعتقد مدة مناسبة، يعني مع احترامي الشديد لوقتك الثمين، لأن يعني أتصور أنه ممكن بس تتعاونون معنا في الفترة هذه. ليش؟ بقولكم ليش. سبب بسيط جدا يا جماعة الخير، أن في أحد المراكز اللي كان يخدم اللي هو مركز القصيص، تم تحويل اللي يشتغلون في هذا المركز إلى مركز المزهر الصحي. إنزين، فبطبيعة الحال بيكون في ضغط، لكن الهيئة شو تسوي؟ تبغي تسوي إحلال لهذا المركز على أساس أنه تبني مركز متقدم بشكل أفضل إنزين لخدماتكم أنتوا. فيا جماعة الخير الله يخليكم، يعني بشكل أو بآخر نتمنى منكم أن تتعاونوا معانا شوية. الواحد شوية بيتأخر إنزين، لكن يحاول يطول باله، والهيئة يعني حاولت قدر الإمكان أن تزيد الساعة الوظيفية اللي يشتغلون هنا في مركز المزهر، الأطباء اللي موجودين اللي ينوبون، ففي خطة يعني نحاول هذا. الكثير من الملاحظات على مركز المزهر نحن راح نرفعها بطبيعة الحال إلى المعنيين في الرعاية الصحية الأولية، وهم بيتخذون قرار. بس أنا من نفسي أقول لكم يا جماعة الخير يعني نحاول نتعاون معاهم، نحاول قدر الإمكان نشوف إن هذه الجماعة يحاولون يعطونا الشغلة هذه، الخدمات هذه بأفضل شكل، ويكونون نكون إيجابيين معهم، لأن الإيجابية هي أكيد بالفعل بتساهم في تقديم خدمة أفضل وبتساهم في تلقي خدمة أفضل. فسامحونا، أدري أن في ضغط وكلامكم صح 100%، إنزين، لكن خلونا نتعاون يا بعض على أساس أن نقدم خدمة أفضل. نحن الملاحظة هذه الآن عقب البرنامج على طول صاحب المسجات أو أصحاب المسجات راح يتم تحويل هذه الملاحظات للمعنيين، وإن شاء الله بيكون في اتخاذ قرار سريع ولازم، يمكن زيادة الطاقة الاستيعابية أكثر، يمكن ما توقعوا أنه ممكن يكون هذا الضغط بهذا الشكل، متوقعين ضغط لكن يمكن صار ضغط أكبر عن أكثر عن اللزوم، خاصة الناس المتعودين يزورون هذا المركز يجونهم ناس من برا شوي بيتضايقون، عرفتوا؟ طبعا أنا تابع لهذا المركز أصلا، فساعة واحدة زين، وصدقني زين، أنا مرة ساير قعدت 3 ساعات، أي 3 ساعات بالضبط، حتى بس عشان أشوف الدكتور، وهو طبعا تحت الستاندر، لكن أحيانا يصير في ضغط، فنحن يعني نحاول قدر الإمكان أن نتفادى مثل هذه الأمور. طيب فاصل، وما نتكلم بعد الفاصل على موضوع جميل جدا، مبادرة وياك. شو هي هذه المبادرة؟ ما تعرف عليها بعد الفاصل. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة. في هذا الجزء نتحدث عن مبادرة وياك، ونستضيف معنا في الاستوديو الدكتور أسامة كيال استشاري إدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، والأستاذ أمل المحرزي رئيس شعبة الأداء
في هيئة الصحة بدبي، بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. دكتور أسامة، أنا البوزيشن قلتها صح؟ صح 100%. طيب يا جماعة الخير، تعد هيئة الصحة بدبي يعني من الداعمين للقطاع الخاص، وأيضا القطاع الصحي الخاص يعد شريك استراتيجي للهيئة، تعول الهيئة على القطاع كثير من يعني تعول عليه الكثير في إحداث طفرة نوعية مطلوبة في المنظومة الصحية بإمارة دبي، سواء من حيث توسيع نطاق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي أو تنشيط السياحة العلاجية. كانت هنالك يعني توجيهات من القيادة العليا في هذا المجال بتحويل 70-30، يعني 70% من القطاع الصحي يوفره القطاع الخاص في إمارة دبي، و 30% هو للقطاع الحكومي. أنا قبل لا أدخل في تفاصيل الحوار مع ضيوفي دكتور أسامة وأستاذة أمل، خلوني بس أخذ هذه المداخلة من أبو حمد. راح أبو حمد؟ طيب خلوا نرجع على موضوعنا هنا. دكتور، أنا قبل لا أدخل في التفاصيل الفنية في هذا المجال، خلني أتوجه إلى أستاذة أمل. عن أستاذة أمل المحرزي، يعني أنتوا حطيتوا مبادرة وياك، في البداية خلينا نتعرف على بداية انطلاق هذه المبادرة وأهدافها بشكل واضح، فكرة عامة عن هذه المبادرة بشكل بسيط أن المستمع يقدر يستوعب شو يعني وياك. في البداية كل عام وانتم بخير، ونشكر استضافتكم المثمرة لنا. طبعا تأكيدا من رغبة هيئة الصحة بدبي على الحفاظ على صحة وسلامة المرضى وتطوير المنظومة الصحية من خلال التنسيق والتعاون مع المنشآت الصحية الخاصة بدبي، أطلقنا نحن إدارة التنظيم الصحي مبادرة وياك. هاي المبادرة تهدف إلى تنظيم زيارات تفتيشية تطويرية للمنشآت الصحية بهدف نشر الوعي بمبادئ الجودة والتوجيه المستمر بالمعايير واللوائح والتشريعات الناظمة للعمل الصحي بإمارة دبي. طبعا من خلال هذه المبادرة ارتئينا طبعا بمنظور تطويري تحسيني وليس بمنظور تصيد الأخطاء وتوقيع العقوبات، حيث أن تكون الزيارة معلنة مسبقا قبل الزيارة، يتم إرسال هناك قائمة التحقق للمنشأة، ويتم هناك على ضوءها تقوم المنشأة بالتقييم الذاتي، وبعدين نحن نقوم بالزيارة. استهدفت طبعا هاي المبادرة كمرحلة الأولى العيادات الخارجية. قبل لا أدخل إلى الأهداف هني دكتور أستاذ أمل، يعني تتحدث أن الزيارة تكون خارج عن النطاق المألوف لعمليات التفتيش، وأن اللي ممكن قد تسبب إزعاج لبعض الناس أن أنتم تعلنونها. طيب الآن هل هذه الشغلة مفيدة في عملية الزيارة؟ أني أنا ممكن أقول حق واحد أن أنا ممكن يخش كل اللي عند الأشياء التجاوزات اللي موجودة عنده يخشها ويقول أن كل الأمور طيبة عنده. لاحظنا الفرق الشيخ في النتائج. النتائج هي كانت الفاكهة المثمرة عندنا. طيب ما نتكلم عن النتائج بعدين، خلينا نرجع للأهداف. تفضل. إنزين، مثل ما قلت لك طبعا استهدفت المبادرة كمرحلة الأولى العيادات الخارجية، منها عيادات طب الأسنان، عيادات متعددة الاختصاصات، عيادات تخصصية، وعيادات الطب العام. وطبعا كانت الزيارات أيضا يعني نحن نبرض العملاء، فكانت الزيارات حتى أثناء الإجازات الرسمية وحتى أيام العيد، إجازات العيد كنا ناخذ مواعيد وكنا نسير هناك حسب طبعا المواعيد حسب نسقها مع المنشآت الصحية، فهذا الشيء كان إنجاز كبير يعني. جميل جدا. طيب دكتور أسامة، يعني شو مدى استيعاب المنشآت الخاصة في القطاع الصحي لفكرة المبادرة، ومدى يعني مستوى تجاوبها مع هذه المبادرة؟ أول كل عام بخير للجميع، وإن شاء الله الله يدوم علينا عليكم الصحة والعافية. التوجه العالمي الحين بالناحية تطوير الرقابة من التفتيش الفجائي للتفتيش المحدد بالتاريخ، نتائج العالمية أثبت أنه ساتسفاكشن للمرضى، ساتسفاكشن للمنشآت الصحية والمقدمين زودي الخدمات الصحية كلهم أفضل، حتى النتائج أنه أنت تثق مع الشريك الاستراتيجي القطاع الصحي الخاص كشريك استراتيجي مهم
يقدم خدمات صحية في إمارة دبي تثق به بقسم بالرقابة. طبقت هذه عدة دول أخرى وبدأت تظهر الفوائد والنتائج. نحن هون في إمارة دبي الحمد لله عاملين كمان نبدع ونبتكر دائما بقيادة الشيخ محمد راشد طول الله عمره. فنحن يعني فكرنا في المبدأ هذا وبدأنا نفكر في الإدارة كيف نحسن التفتيش, وشفنا طلعنا على التجارب الدول الأخرى وشفنا أن هذه التجربة ممكن تطبيقها في دبي. من منطلق الاسم وياك كان الهدف إيجابي, أنه نحن معاكم يد بيد لتقديم خدمات صحية. فمبدأ الشراكة موجود, مبدأ التعاون وعدم الخوف, يعني لما يكون شخص معك غير يكون شخص يكون مراقب عليك ومدقق عليك. صحيح. هذا شيء أول. شيء ثاني, نظرا من الاتصالات اللي كانت تجينا والنتائج التفتيش الميداني السابقة, واضح جدا كان في فجوة بين التشريع والفهم التشريع. فأطلقنا هذه المبادرة لرد هذه الفجوة وتحسينها بطريقة إيجابية. ودائما يعني كان في عنا أساس وحماية المريض والحفاظ على سلامته وأساسنا دائما. والله دكتور, يعني أنا قاعد أتخيل المبادرة هذه بشكلها العام, يعني وياك نحن موجودين هنا, مو بشالين عصا أن نبغي نخالفك, لا, نحن نبغي نطور مستوى الخدمات اللي انت تقدمها, نبغي نطلع معاك إلى ستاندر عالي, نحن نبغي نشيل معاك الحمل اللي انت تبغي توصل له. ففكرة جميلة ذكرتي أمل أن هي انعكست بشكل أو بآخر على النتائج. أكيد. إنزين, خلينا نتعرف على النتائج هذه. إنزين, طبعا منذ إطلاق المبادرة تم تغطية 797 منشأة صحية, وشملت الزيارات أيضا عيادات خارجية تابعة لبعض المؤسسات الحكومية. كان كملت 800 عشان نكون دقيقين في الموضوع. هذا مثل اللي يسوونه خصم, زي حطوا لك 999 في الأسبوع. وخلال الزيارات طبعا تم التأكد من قيام 7 منشآت باستكمال جميع الشروط والمعايير بمبادرة وياك بامتياز منذ الزيارة الأولى, وتم إصدار شهادات تقدير لهم على جهودهم المثمرة. وأخ عبد أخي محمود, بعد لاحظنا شيء, إذا حسبناها من يناير لأغسطس في عام 2015 كانت نسبة المخالفات 344, أما ل 2016 من يناير لأغسطس انخفضت نسبة المخالفات بنسبة 59%. وهذا الرقم ما شاء الله فيه. رقم كبير. في عندنا مداخلة أكيد, ما بيفصل الخط. يلا خلنا نأخذ منو معنا. أبو حمد, مرحبا أبو حمد. أبو حمد شكله ما يبغي يتكلم ويانا اليوم. منو عندنا مكالمة أخرى؟ منو ويانا؟ ألو؟ ألو؟ يا هلا. عاد أنا الحين ضيعت, ما عرفت منو وياي. ألو؟ ألو؟ يا هلا, خلنا نتعرف عليك. أبو محمد. محمد ياك الله يسلمك. كيف حالك؟ طيب؟ الله يطول عمرك ويسلمك. تفضل يا سيدي. انا سمعتكم قبل شوي تتكلموا حقيقه بخصوص الوقت لما واحد يروح على المستشفى وفي الصحه يعني. صحيح. وانا ما لحقت على المكالمه يلا, بس انتوا الحين عندكم ضيف طبعا الدكتور وسام, صح ولا؟ عندنا دكتور أسامة وعندنا أمل المحرزي من إدارة التنظيم الصحي. ونعم ونعم ثلاثة نعم. تفضل يا سيدي. أنا عندي ملاحظة بأنه بخصوص الأخ يتكلم قبل شوي دكتور أحمد. إيه نعم, نحن حقيقة الحمد لله من فضل الله وفضل شيوخنا ما يقفروا علينا أبدا. صحيح. والله يحفظهم إن شاء الله. نحن حقيقة أنا رحت علاج الخارج. الخارج أنت تعرف الواحد لما يصير برا يصير على حساب الدولة, وهناك عندهم مواعيد يعني شو بقول لك, يعني انت تعجز من هالمواعيد يخليك بس باسبوعين بثلاث اسبوع باربع اسبوع اذا بتنتظر ساعه او ساعتين هني. الحمد لله من فضل الله وفضل شيوخنا الحمد لله, هذا شيء بسيط خاصه الانسان ذي يعني بعد فيه شويه الك انه يقدر يصبر عن انه يشوف الدكتور يعني. نعم. ولكن نحن نعاني الحاله الطارئه اللي تكون متواجده في الانسان اللي تكون يعني مؤلمه مثل ما القلب. صحيح. مثل بعيد عنك شيء عنده بالراس. صادق. يعني شيء حادث. نعم. يعني انت في الحاله هذه انا لاحظت شيء حقيقه, يعني انا بقولها بكل امانه يعني انا قلبي حقيقه انا اتحمل كل شيء, لكن من شفت الشخص هذا يعني
انت لابد انك انت تعالج الشخص هذا لانه في حاله طارئه يا اخي. انا عندي انا عندي حمى، عندي زكام، عندي شيء، اقدر اصبر، اقدر اتحمل يعني بسيطه، لكن في حاله طارئه انك تخليه على الكرسي ويتم على الكرسي هذا لا. صادق يا ابو محمد، انت يعني قلبك كبير، انت انسان قلبك كبير، لان انا دائما حتى احيانا اقول لهم يعني في بعض المرات هذه انا صادفتها، اول شيء في اوروبا انا صادفتها، لان انا قعدت في الطواري تقريبا 4 ساعات ونص اذا مش اكثر، زايد اقل كذا، زين، على اساس اني انا ادخل على الطبيب. هذه في وحده من الدول المتقدمه. ايضا ابو محمد انت ذكرت شغله وايد مهمه، ان مساله اني انا موجود في هذا المكان زين واشوف شخص ثاني يعاني، انا ممكن اني اساهم بشكل او باخر في انقاذ حياه مريض معين. بالضبط هذا احنا نعاني فيها على 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 هذا الطاري. مقطع كلامك بالخير والعافيه. بالنسبه للجماعه اللي موجودين في الحوادث حقيقه في شويه ملاحظه انها مبزينة. اي امر مبزينة حقيقه، هي ليس شكوى، بينما نحن نريدهم هذا يضبطوا الشيء هذا. يا اخي طالما انت عايش على ارض الامارات وانت موجود هنا سواء وافد ولا مواطن، صحيح. عندك واحد يا اخي والشخص هذا عنده التامين وعنده بطاقه، يجب يعني يتراعى قبل الشخص اللي هو عند الاصابه الكبيره هذه. انا حقيقه واقول لك انا ما بيهمني، انا بحب اني انا يعني لو يكون كيف ما يكون اقدر اشله يعني. بس انا ما فهمت أبدأ. ما فهمت شو اللي تقصد ابو محمد؟ يعني في شخص كان عنده حادث اي وجاء مصاب الرجال اي فخلوه على الكرسي، يعني تخيل انت خلوه على الكرسي والدم يصب منه. لا ما اعتقد ان يعني هي المسألة تقاس بهذا الشكل، لان حتى موضوع التأمين وما تأمين يعني اي حد على الطوارئ يتم معالجته مجانا من غير ما ياخذون أيوة عليه اي شيء. هذا الكلام هذا 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 اللي صاير، هذا القانون أيوة. هذا اللي صاير، عرفت كيف؟ هذا انا اقول لك اياه، انا واثق من الكلام اللي ياس اقول لك اياه، هذا القانون يقول لك انه اي حد يجي الطوارئ يتم معالجته. عموما ابو محمد انا بس خلني ارجع على الموضوع لانه باقي لي تقريبا اقل من 5 دقائق. جزاك الله خير على هذه المداخله، شكرا لك. طيب موضوع ابو محمد يعني موضوع يحتاج حلقه بروحه، بس خلوني ارجع حق موضوع وياك لانه مع ضيوفنا. انا ما حبيت اني حبيت اعطي ابو محمد المساحه الكامله والفرصه انه يتحدث. تفضل دكتور. نحن توقفنا عند ان هذه المبادره رسمها وياك، وهي تمضي يدا بيد مع القطاع الخاص، والاخت امل ذكرت لنا العديد من النتائج. طبعا. يعني 59% قلتي لي امل اذا ما خانتني الذاكره نسبه خفض المخالفات. يعني دكتور يعني انا ابغي اسال هنا، يعني هيئه الصحه تعول بشكل كبير على يعني التعاون الوثيق بينها وبين القطاع الصحي عن طريق هذه المبادره. طيب كيف ممكن اقول ان يعني هنالك تعاون بالفعل مثمر في هذا الاطار ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص؟ تمام. نحن دائما اي تجربه من نشوف نقيس نتائجها، ونتائجها كانت الحمد لله رب العالمين يعني مثمره وكانت ايجابيه جدا. نتيجه اخر من النتائج المهمه هي بصراحه اسعاد المنشات الصحيه. المنشات الصحيه طبعا دائما تسعى لتطوير خدماتها وتحسينها، والحديث مع المفتش براحه مو بخوف وقلق. صحيح. فهذه المبادره يعني اعطت فرصه للمنشات الصحيه لاستيضاح بعض النقاط اللي كانوا يترددوا احيانا في السؤال عنها. قائمه التحقق تم تطويرها وبنائها كان دقيقه جدا، بحيث شملت حوالي 11 او 12 صفحه تقريبا بنقاط تشمل معظم خدمات الرعايه الصحيه المقدمه في العيادات الخارجيه، وتم تطويرها من فريق داخلي بناء على الخبرات الحاليه مقارنه بالتجارب افضل التجارب الدوليه في مجال اعتماد منشات الرعايه الصحيه الاوليه. هذا كله ادى الى فعلا تطوير تحسين الخدمات الصحيه، ونتائج المبادره يعني ما زالت مستمره الحمد لله مثل ما نسمع النتائج. يمكن الاخت امل تعطينا فكره حتى عن نتائج رسائل الشكر لاجل الاداره. اي ما شاء الله. طبعا تقريبا على كل المنشات، اغلب المنشات اللي زرناها رسائل الشكر تفوتت عندنا، يعني تعدوا اكثر عن 100 رسائل شكر وموثوقه يعني موجوده عندنا. طيب الحين هاي المبادره بس تتعاونون فيها مع القطاع الخاص، ولا في جهات اخرى متعاونه معاكم في هذه المبادره؟
يعني في حد غير تم زيارة عدد منشآت أخرى بما فيها منشآت تابعة للقطاع الحكومي. شرب ماي دكتور، شرب ماي، خذ راحتك. بما فيها منشآت تابعة للقطاع الحكومي مثل البلدية، هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي. شرطة دبي تم زيارتها وقيام ممتاز. أنا قاعد أتخيل يعني مستقبلا. أول شيء بس أنا للأمانة أبغي أذكر هذه الشغلة، أن هنالك دعم كبير من معالي رئيس مجلس الإدارة معالي حميد القطامي لهذه المبادرة، وأكد وشدد على أهمية هذا التعاون الذي يجب أن يكون بالشراكة وليس بالعصا، مثل ما يقولون يعني بلهجتنا أن الواحد يلحق بعصا أساس أن يقوم سلوكه. لا، أنا أتخيل باكر يعني أنا ماشي في الشارع يوقفني الشرطي يقول لي أنا ما أبغي أخالفك، بس أنا أبغي أواعيك أن هذا حزام الأمان ربطه لأنه بيساهم في كذا كذا كذا. مرة مرتين يا أخي أحس أن أنا بستحي على وجهي ما أربط الحزام، صحيح بستحي على وجهي أني أنا أسرع في الشارع وكذا. لا، تكون المسألة مش رقابية، رقابة ذاتية بالضبط، توعية الشخص نفسه في تقييم ذاتي خاص فيه لأجل تقديم يعني خدمات أفضل أو أنه يصل إلى مستوى أفضل. ففكرة أنا حييكم عليها. الآن بعد هذه الإنجازات اللي حققتوها، المستقبل ما هي الخطوات التي ستقوم بها الإدارة في المستقبل بعد هذه التجربة؟ تفضل أخت أمل. إن شاء الله في المرحلة الثانية راح نبتدي إن شاء الله قريبا، يعني بنبتدي مع عيادات المدارس الخاصة. طبعا تم التعاون مع الرعاية الصحية الأولية اللي هي صحة الصحة المدرسية، وعقد عدة اجتماعات وطورنا قائمة التحقق الخاصة للمدارس، وتم طبعا أخذ التغذية الراجعة أيضا من الفنيين اللي يشتغلون في المدارس، وتم تجهيز آلية العمل كلها، وإن شاء الله رح نبتدي قريبا لصحة أبنائنا الطلبة إن شاء الله يا رب. دكتور أبغي أنا بس كآخر سؤال أتكلم عن التصور العام لشكل الكيان القطاع الصحي في إمارة دبي إن صح التعبير، يعني وتقديركم لمعدلات النمو في هذا القطاع بما أنكم أنتم موجودين في إدارة التنظيم الصحي وعارفين يعني حجم النمو اللي قاعد يصير في إمارة دبي. صحيح. أنا سبحان الله عمل في هيئة الصحة من فترة، والحمد لله شفت الأرقام. كان القطاع الصحي الحكومي يقدم 70% من الخدمات الصحية في إمارة دبي، والقطاع الخاص 30%، والآن سبحان الله صار العكس. بالعكس تماما، 70% من القطاع الحكومي، 70% من القطاع الخاص يقدم خدمات صحية يقدم القطاع الخاص، 30% القطاع الحكومي. يعني هذا توجه تشجيع القطاع الخاص استثمار في الإمارة. عدد المنشآت في تزايد، الحمد لله الآن وصلنا تقريبا 2800 منشأة صحية متوزعة على مناطق جغرافية في إمارة دبي. عدد المهنيين الصحيين في الإمارة وصل حوالي 34,000 مهني، بما فيهم الأطباء والأطباء الأسنان، الممرضين والمهنيين الصحيين إضافة للطب البديل. هذا ما شاء الله دليل على تطور وتقدم القطاع الصحي بالأعداد والخدمات الصحية، والحمد لله صار إمارة دبي صارت تتميز كدور أساسي في المستقبل إن شاء الله هو السياحة العلاجية، وهذا شيء أساسي بدأت تروجه الإمارة بناء على المعطيات السابقة ونظام صحي آمن وجيد. جميل. أمل يعني كلمة أخيرة تبغين توجهينا قبل لا أختم البرنامج؟ أشكر طبعا كل اللي ساهموا في إنجاح هذه المبادرة، أشكر دعم معاليه على في هذه المبادرة، وأشكر حتى القطاع الخاص على تجاوبهم لنا في هذه المبادرة، ونحن نتقبل طبعا كل أي اقتراح وقلوبنا معا لبناء مجتمع صحي آمن سعيد. والله أنا اللي أشكركم على غرس مثل هذه المفاهيم الجديدة في هذا المجتمع، أن الواحد يصل إلى مستوى أن حقيقة يقول أني أنا مفتش، بس أنا وياك، أنا مو مفتش عليك، أنا مفتش معاك. صح. على الخدمات أو القصور اللي ممكن يتواجد، لأن أنا وظيفتي مش أني أنا أخذ جباية من عندك ولا أخذ مخالفة وبيزات من عندك، لا، أنا وظيفتي أني أنا أطور معاك هذا القطاع. هذا مفهوم جميل جدا، مفهوم يعني حقيقة أتمنى أنه ما يكون بس حكر على هيئة الصحة أو على إدارة التنظيم، لا، يكون موجود في كل دوائرنا، في كل الأماكن، حتى في كل مناحي الحياة.
بدال ما يعني الواحد يصل مرحلة أنه يفكر فيها دائما مخالفة عليها عقاب. لا، هنالك مخالفة يجب علينا أن نقف عندها وننظر إليها ونرى كيفية إمكانية أن نحن نصل إلى تخفيض هذه المخالفة ورفع مستوى الكفاءة. دكتور أسامة كيال، استشاري إدارة التنظيم في هيئة الصحة بدبي، شاكرين لك هذا التواجد، وكل الشكر لأستاذ أمل المحرزي رئيس شعبة إدارة الأداء في إدارة التنظيم الصحي، والشكر موصول لكم مستمعينا، وإن شاء الله كل المسجات وكل المداخلات اللي جتنا راح ناخذ بعين الاعتبار فيها، وإن شاء الله نشوفكم غدا مع موضوع جديد وموضوع مهم. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم، ولا لحظة خلنا نشكر أيمن سرحيل لأنه يستاهل، طول باله علينا وايد، والشكر لفيصل بن فارس، وهذه تحيات محمود يوسف، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.